ولراني غلط ويطلب السماح. هذا بالضبط اللي صار مع مروة اللي قصوت الدنيا والعباد معاها خلاوها تفقد أعصابها وتوصل تهز ايديها وتضرب أمها ومنها رتها ما روحتش للدار. اليوم مروة حست بغلطتها وجاية لعندي منقولك باش تطلب من أمها اللي جابتها في عمر 17 سنة وضحات باش تكبرها إنها تسامحها ويتجاوزوا الخلاف هذا اللي ما بيناتهم. انا امي جيت معناها تناقش انا وياها على بطاقه تعريف بالنسبه لي. إيه قداش عمرك انت؟ 19 سنه. حبيت تطلع بطاقه تعريف؟ ايش فيه؟ هو كي قالت لي انا ما نجمش الكل حملت الذنب، قلت لها معناها خاطر نحن نسكن في شعبه مره يصدم علينا حاكم، مره هو معناها عبيد سكاره والكل يصدم علينا يحبوا يكسروا علينا الدار. كنتوا تسكنوا قبل سامحني؟ نسكنوا في الحي هو بيدو معناها في دار معناها في دار. اي وش بكم وليتوا نقلتوا للشعب؟ خاطر امي ما عندهاش ماء وسكنت في دار عزيزها، عزيزها امها جات ما تعرفهاش شافت ثلاثه مرات في حياتها، جات بعت الدار من غادي لغادي ومشات لتركيا وخليتها طايشين في الشارع. وين تولدت؟ انا تولدت امي اختصبت وهي تختصبت وهي صغيره جابتني في الاصلاحيه. تولدت في الاصلاحيه انت؟ اي فمعني سناني. لا لا خليني توهاني بديت نفهم شوي بشوي. يعني انت كنت تولدت نتيجه علاقه غير شرعيه بين امك والسيد اللي اختصبت. عمرها 16 سنه. جيت انت بوك ما تعرفوه سامحني؟ عرفته ما نعرفه، انا ولد الحي اللي نسكنوا فيه نحن نعرفه. مشيت باش نعمل لك، امي خلتني نكبر خاطر كيما قلنا احنا يديهم طويله، دار معناها دار بابا وعندهم برشا معارف، وامي ما نجمتهمش خاطرها صغيره وقت 16 سنه، وحتى حد ما هو لا عندها ام لا عندها ابو لا عندها فاميليا. فهمت؟ فكبرتني قالت بنتي تاخذ حقها بيدها. مشيت كمحكمة الناحيه على اساس بشريق الاوراقي والكل، مشيو عملوا لي لدين في حبيب ثامر، هو ما يتعملش في حبيب ثامر. قعدت نستنى في اربع شهور ونستنى في التحليل، في الاخر طلعوني اللي هو ماهوش بابا. امي حاولت الانتحار. لا مش بوك معناتها. هو امي حاولت الانتحار خاطر قالت معناها كجاي ماهوش بوك، انا ما نجيش من دون الناس الكل نقول هذاك راهو بوك. المهم طلع مش بوك. اي. فحاولت الانتحار هي وكل، وحملتها الذنب وتعاركت انا وياها والكل. فالعركه هذه صارت من على البطاقه تعريف وصارت على الاوضاع. العركه مش حكايه بطاقه تعريف هذه اللي على كل شيء، هو موضوع يجبد موضوع. هي اللي هي على انه بوك اللي قالت لك ينجم يكون بوك طلع ماهوش بوك. هذا هو. قابلته الرجل هذا انت؟ قابلته قال لي انا مستعرف بيا وقال لي انا بنتي، وكيف في الاوراق والكل معناها بعث لي جوابات. هو قال لي راك بنتي اما دارنا مسيطرين عليا، اخواتي مسيطرين عليا. هو تو في الحبس طلع ماهوش بوك. هو تو في الحبس، كي سمعوا به بعث لي جواب قطعوا عليه القفه شهر. ما حبوش يبعثوا له القفه. علاه هو في الحبس شامل؟ والله لا نعرف، ما نعرفش. حبيت نفهم حاجه. انت حسيتك قربت له الراجل هذايا واعتبرته بوك بالحق. لكن تصدمت. هو فاميلته الكل يعرفوا لي انا بنته. استناني، لكن تصدمت وقت اللي طلعت نتيجه التحليل الجيني انك ماكش بنته. بالطبيعه. وان بلوس حتى في عملت لقب انفراد معناها انفراد معناها فرضي. حطوا لي نفس اللقب نتاعو هو بن عبد الله المجري، حطوا لي انا لقب زاد بن عبد الله المجري. لكن انت مقتنعه انه مش بوك ولا لا؟ حسب ما تحكي امي وانا راه امي قدامي كيكا معناها، والناس الكل تقول راهو بوك، وهو في كي جاو يقولوا معاه قال المراه ذي كانت معايا انا بركة، ما كانت مع حتى حد من بعد. لكن نتيجه التحليل تاكدت. انت شنو هي مشكلتك مع امك توا؟ مشكلتك مع امك في الموضوع هذا؟ كل شيء، انا حتى الانتراج اللي انا عايشه فيه والعباد اللي عايشه معاها ما تعبت، حتى نفسانيا تعبت، انا وصلت حتى مرضت بالاعصاب زاد. انا وصلت حتى مرضت بالاعصاب من الموضوع هذا والانتراج اللي انا عايشه فيه، معناها تصور العمر هذا لا نخدم لا نقرا لا حتى شيء، معناها تعبت. مو بلوس مانيش عايشه كيف ندادي، حتى امي خدمت تخاف عليا ما تخلينيش نخدم. وما ينكر انا كان جيت معناها مش حاسه بالغلط، انا ما نجيش نطلب منها السماح. انا حسيت خاطر امي تعبت عليا برشا، معناها كان جات مره اخرى راهي طيشتني الحمد لله. انت قلت لي انه امك وقع اغتصابها من الراجل هذايا سواديزون. هي كيفاش قعدت معها على اتصال؟ وهموها لا وتجبروا كي جات باش تمشي تشكي بيه. يا اخي هما اش عملوا لها؟ فاميلتو خافوا قالوا لها طمني باش نعرسوا لك وما نعرف شنو. يا اخي مشيت قعدت في الدار معاهم كيما قلنا احنا جمعتينا باش نعرسوا لك الجمعه اللي من بعدها والكل، عملوا له اوراق وسافروا لسويسرا. ايوه. ومن بعد طردوها من الدار. ما مروه لهنا فما مشكله. هذايا كله كوم
وانه يطلع مش بوكم اخر. هو حتى فاميلته يقولوا لي راهو بوك. إيه لكن مش بوك. علميا مش بوك. انت عايشه مع امك توا؟ انا توا عندي من 5 ما يخرج من الدار. علاش؟ تعركت انا وياه بخصوص تعركت انا وياه، فهو موضوع يجبد موضوع. وين مشيت؟ هيك شنو؟ باهي. مشيت البحثة جارة أمي، محسوب هي كيف أخت أمي، أنا تعيط معنا كيما خالتي. ايه؟ مشيت بحذا الدار، هي في بالها بيا غاديكا. ايه؟ ما تحبش تجيني وما تحبش تشوفني، وما نجمش نمشي لها باش نطلب منها سماح، خاطر أمي صعيبة وخفت منها، معناها خفت معناها. وانت علاش قررت تخرج من الدار هكاك وحدك؟ ممكن تعبت نفسانيا وأون بلوس مغلطت وكها، والشيطان يلاه يلعن ويخزيه وكها. أغلط. غلطت اي، نستعرف اللي انا غلطت، انا كي جيت ما غلطتش ما نجيش لانه نطلب منها السماح. شحب تقول لامك اذا كان جات لي لا في برنامج؟ اول حاجه نقولها سامحني، ونقولها راني نحبك برشا، وكما نقولوا نحن معناها نطلب رضاك. على كل ان شاء الله الليله نتمكن من انه نجيب لك امك ليلى في برنامج عندي، ما نقول لك وتطلب منها السماح. مروه جات البرنامج عندي، ما نقول لك وهي مشكلة تجيب مشكلة، راهو فاهم معناتها. تصوروا بنية تعرف انه كانت نتيجة اغتصاب امها، معناتها هي جات للدنيا بسبب انه امها وقع اغتصابها، وتتأكد انه فما ابوه معناتها اللي هو ابوها، وفي الاخر يطلع ماهوش ابوها. معناتها تصوروا وضعيتها النفسية ووضعيتها معناتها كيفاش نجم تكون. لكن هذا لا يبرر ابدا انه البنيه مادام الام موجوده معناتها وامها البيولوجيه والحقيقيه موجوده، ما فماش داعي باش العلاقه بين الام وبين البنيه تتشربك. صحيح سن المراهقه ينجم يعمل انفلاتات في العلاقه بين الام والبنيه، لكن ما توصلش الى حد التعنيف والا الضرب والا الدزان والا شيء من هذا القبيل. على كل اللحظات الحاسمه مع اميمه، مساء الخير. عسلامه. اهلا بك اميمه. مرحبا بك. اميمه شكون بحذاك؟ بحذايا اليوم مدام لبنى. هيا مرحبا بها لبنى. مرحبا بك مدام لبنى. عايشك بيك. تفضل معي. هيا مرحبا. ما نقول لك زعما شكون ينجم يكون استدعاك لينا في البرنامج؟ عندك شك ولا تحب نعاونك شوي؟ والله ضايعه ما نعرفش. ضايعه شويه. عندي برشا حاجات انا. باهي طب المؤشر رقم 1. يا مدام لبنى صحيح المثل يقول كيف تنشع على فمها تطلع بنيه كان لامها؟ أنا ما يعجبنيش برشا المثل هذا، خاطر كب الطنجرة على أمها، على كب الطنجرة على فمها، قلت على أمها. كب الطنجرة على فمها. أنت ولو أنت تطلع الطفلة لأمها. لا مش صحيح. أنت كي أمك ولا ماكش كي أمك؟ إيه بعيدة على أمي برشا. بعيدة برشا في الباهي ولا في الخايب؟ ربي يهديها. ربي يهديها. ربي يهديها. ربي يهديها. عندك مشاكل مع أمك أنت؟ أنا أعوذ بالله من كلمتين، أمي هي اللي جنات عليا. أمك جنات عليا؟ أمي جنات عليا. هو فما واحد في الدنيا ينجم يقول على أمه كلام كيما هكا؟ أيه. أنت تقولوا هكا، شو عملت لكم؟ أمي ما نعرفهاش، ريتها 3 مرات في حياتي كل. وعلاش؟ خلتني عمري 3 سنين عند مماتي، تخلت عليا. خاطر أنا ما ريتهاش؟ ريتها 3 مرات في حياتي. وأنت كبيرة ولا؟ ريتها أنا صغيرة. عمري 10 سنين، وعاودت ريتها مرة أخرى وأنا عمري 15 سنة. قداش لك مريتهاش؟ ما عنديش برشا مريتهاش، جات بعت دار بوها وخرجت معنا في الشارع أنا ولادي. وعلاش هذا؟ خاطر ما تحبنيش. قالت لي أنت أكبر غلطة جبتك من بوك، وخاطر أنا ما نحبش بوك. صارحتني. قالت لك راهو؟ إي قالت لي أنت أكبر غلطة جبتك في حياتي كل. تحس لي عندك أم ولا ما تحسش؟ ما عنديش إحساس. بالكل بالكل. عندك صغيرات انت؟ عندي 3. تحس كمان ليه؟ هما عائلتي، هما عائلتي. زعما شكون ينجم يكون طلبك لينا في برنامج؟ كان هي ان شاء الله ربي يهديها. شكون؟ الله اعلم. امك تقول انت؟ كان هي ماذا بيا. ماذا بيك تشوف امك؟ ماذا بيا نشوفها، نزيد نبوس لها التراب اللي تمشي عليه. شوف معايا شكون يستدعاك لينا في برنامج عندي، ما نقول لك.
شكوني؟ هذيك النفس اللي تنفس بيه. النفس اللي تتنفس بيه. شكوني؟ بنت. بنتك مروة. زعما مروة علاش تبكي؟ ربي يهديها. ربي يهديها. قلت ربي يهديها. ربي يهديها. شبيها ما؟ مروة مش عاجبها وضعي. مش قبلتني كأنا أمها معناها مروة قالت لي أنت مجرمة معناها وأنت جرمت في حقنا. وانتي ماكش قاعدة قايمة بواجبك وانتي سكنتنا في شعبة وانتي مرمتنا وانتي عذبتنا شو تنتظر مني معناها باش انا قالت لي انا راني باش نمشي على روحي معناها واخواتها بيطلعهم كل شهرات وعيفتني في الحياة جملة معناها سمعتك ما تكره عيفتني في حياتي هو هذا صحيح ولا مش صحيح؟ هو يمكن انا قصرت معناها بدون قصد صحيح ولا مش صحيح؟ هو صحيح صحيح نسكنوا في شعبة معناها ظروف حبة دقيقة معناها ظروف ظروف حبتك هيك وشني يا ريف؟ انا نحب نحكي لكم من الاول للاخر كان هذاك شو نحب خاطر هي حكيت لي باهي انا نحبك تحكي لي سامحني كان حتى باش نطول عليك شوي تفضل لي انا عشت يتيمه معناها وتعذبت برشا 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 هي جات في ك معناها خذيت راجل جبت منه زوج صغيرات خذيت راجل باش نربيها هي باش ما نقعدش هامله بها في الشوارع خاطر ما عنديش دار انا لا عندي لا ام لا اخت لا خاله ما عندي حتى حد عندي اما ما يحبونيش وما نمشي لهمش باهي ما طلع الراجل معناه ما موش في مش ما نقولش في المستوى حرام خاطر المكتوب وكاو مكتوب فيه هكاك مشيت طلقت وانا على اساس معناه ما عادش نجم نعيش مع ربي مع الاولاد سكنت في دار عزيزي كي توفى عزيزي امي جات من ليبيا على اساس باش تبيع دار بوها وتزلف ليسات وتمشي ما جاتش على خاطرنا احنا باش تلمنا واضح جات الام باعت ومشيت على روحها جيت نشوف الملاك اللي شراه قال لي اخرج من الدار خرجت من الدار قال لي خلي حوايجك غادي وقت تدبر محل اجهز حوايجاتك قعدت اربع ايام زعلان وانا مبيت بهم في الشارع كل مره عند مراه في جاره وكل مره تبيتني وحده تلموا له خيان الجيران الكل ولاد حي الخضراء هذيا ايامات الثوره مازلت ما تعملوش حكومه مازال حتى شيء ما فهم قالوا هي علاش هكاك تبيت من دار لدار وتبيت في الجنان واحد وبنت صبيه خويا المشاكل برا الموله احنا ولاد حي الخضراء الكل معناها الموله ونسكنوه في الشعبه الشعبه ذي كانوا يسكروا فيها وكانت معناها حتى بعد ما تحرقت وليت وكر الفساد لموا هي لموا للجيران الفلوس كيما نور الدين ساسي كيما عبد اسمه عبد العزيز القروي كيما وقفوا معاك كل كيما حمزه كيما الجيران النساء زاد حليمه وجليله وكل الله يرحم والديهم لموا لي كل الناس الكل وعملوا لي افابو وبنوا هالي وسكروها عملوا لي شباك ولات معناها نجموا نسكنوا فيه كي سكنت فيه على اساس باش نسكن فيه حتى يعطيوني دار خاطر هما قاعدوا يجريوا ديما عليا باش يشاركوا لي باش ناخذ دار كي انا نسكن في الشعب الضابط ضربتين جاني المركز يهزني المركز مره هاني عندي جلسه كل مره وانا عندي جلسه في المحل شاكين بيك باش تخرج شاكين بيا شكاو بيا هما وزاد البلديه جاتني قالوا لي اسكن على روحك واحنا معاك ما نلوحوكش احنا في الشارع ما نحطوكش في الشارع انا يظهر لي لبنى مروة عندها مشكلة بو مروة مش قابلة أنه ما يكونش عندها بو خاصة وأنه الراجل اللي قدمته لها وقلت أنه رو هذايا بوها طلع في نتيجة التحليل الجيني ما هوش بوها لا بوها لا في التحليل الجيني طلع مش بوها في التحليل الجيني طلع مش بوها هي اللي ما فهمتوش أنا هي علاش طلع مش بوها طلع مش بوها استناني عاد تو هذا علميا معناتها يا مدام ما أنت تعرف بوها ولا مش بوها علميا طلع ما هوش بوها اللي نعرفه هذايا اللي رفضته هي كنتيجة خاصة أنه الرجل يبدو لي أنها تعلقت به وشافته وحكيت معاه وقابلته هو بيدو يرسل فيها في الأخر تطلع الطفلة بلاش بو قانونيا وعلميا الطفلة بلاش بو هذاك علاش دزتك لو كان هو مش بوها ما خليش الطفلة تكبر عمرها 18 سنة ومن بعد باش نهز وقول هذا بو هذا موضوع آخر لكن نتيجة التحليل الجيني التحليل انا مش قابلته انا مانيش قابلته علميا وقانونيا السيد هذاك مش بوها مانيش قابلته التحليل هذا اللي صار تنجم تعاودوا مومونتانيمون توا السيد هذاك مش بوها دونك البنيه هذه حست روحها بلاش بو وهذه ما حدث لها رجه نفسيه كبيره غير قادره انها تتحملها الى درجه انها هربت خرجت من الدار ولا قديش ليها ملي هربت اسالها قول علاش خرجت من الدار قول علاش خرجت من الدار استناني هاتوا وجيوها قل لي يا مرب هذه امك اللي قلت لنا جيبوا لي امي تفضل
اش تحب تقول لها؟ اول حاجه نحب نقول لك سامحني، خاطرني انا غلطت معاك، ومعناها مع اللي عملته معايا انت، معناها انا كلمه سامحني وشويه عليك، فهمت؟ وانت امي ونطلب كان رضاك، اما انا غارب المجتمع اللي انا فيه خليني باش نعمل هكا. شنو هو اللي عملته؟ معناها خليني نقول لك لما ذي، انت ما تقبلش الحوار، انت حتى كي نحكي معاك ونناقشك ما تقبلش النقاش. ما فهمتش علاش انت ما تقبلش النقاش. يا اخي انا من حقي باش نتكلم ونقول المعيشه ذي ما تعجبنيش. يا اخي ما تعجبنيش وتحبني نقول عجبتني؟ اش باش نعمل لها؟ ما انا كي العيشه ما عجبتكش هذاك ربي شطر. انا قلت رايك، اي واحد زاد عنده راي ويتكلم زاد. اخي انا زاد نسكت نموت، انت في بالك انت، انت قداش من مره انت حاولت باش تنتحر انت؟ قداش من مره؟ قول. مادامي مانيش نفعتكم يولي القبر ارحمني. انت امي على عيني وراسي، اما لا على غالب هذاك رايي، هذاك رايي لازم يقول رايي. انا مش عجبتني عيشتي، وضعي هذا ماهوش عاجبني جمله زادة. انت حتى الخدمه ما تخلينيش نخدم، خايف عليا. خايف عليك ما لازمكمش خايف. هي ناكلوا حتى خبز ومان مهم بجنبي. اي نعرف يا اخي انت عيد ما تخدم علينا في الديار باش تجيبوا تجيب علينا تجيب وتوكل. ما عادش عندي صعب باش نخدم، لازم نخلص سكري. اي لازم نخلص سكري، لازم نبعد شيء. هم يحاربوا فيا يحطوني في الشارع، انا مهدة بلاد الشارع، انا مهدة في جرة البلدية شاكة بيا. غدوة عندي جلسة انا مع البلدية. يحبوا يحطوني في الشارع، ما هذوكم هذوكم اللي تشوفوا فيهم كذا صغار، عندي طفل المرة دي سرياك ياك كان في القطانية. هذوما ولاد غدوة، انتوما هما كي يحطوهم لي هما في الشارع، اش باش ينتظروا منهم باش يطلعوا لي؟ يولي القبر رحم لي والله العظيم اقسم بالله. لكن الانتحار ماهوش حل. نقتلهم الكل وين على ديني، نقتلهم الكل. عليهم يا مدام. ما نقعد في الشارع سي علي، نقعد في الشارع. انت توا ماكش في الشارع. لا لا حاليا مانيش في الشارع. استني انا نعرف المشكله بالضبط. وشوف المشاكل هذوما ما يلزمش يخليه الانسان عاجز. انت راك في قلبك تقول الكلام سهل. لا. صحيح راهو الكلام سهل والفعل اصعب منه، اصعب برشا من الكلام، لكن الانتحار ماهوش حل. البنية عجبتني في حاجة، قالت الحوار وركزت على كلمة أنك تحاور معايا. خليني نقول لك الحقيقة كما هي وأقبلها. ما نجمش سي علي نتحاور معاها، ما عنديش وقت ليها باش نسمعها. أنا عندي وقت المحاكم، عندي الوقت يلزمني نجيب ماكلة ولدي يلزمو ياكل. كيفاش تعيش فيهم الأولاد؟ نعيش فيهم، الجيران هي اللي معيشتني بكل صراحة نقولها، الجيران هي اللي معيشتني. يعطيهم الصحة صراحة وتحية كبيرة بصراحة. بارك الله فيك. ونشكرهم ونشكر فضلهم. بارك الله اللي فيه. عنده بلاك جابهم لي واللي عنده غطاء جابهم لي. يعطيهم الصحة. كل يوم يجيني عشاء. هاو التونس يحبوا بعضهم وحاجة باهية. باهية هذه حاجة باهية، نشكرهم نشكر فضلهم. إلى متى؟ حتى يحل هرب. البنية قالت لك تحاور معايا. تقول لي ما عنديش وقت، عندي وقت للحاج. ما تلقى لها شد راس في النهار. شنو باش تتحاور؟ هي ما طالبه منك شيء. هذا يخطا. هي صحيح قالت لك العيشه مش عاجبتني، سامحني. صحيح قالت لك العيشه مش عاجبتني، وهي تعرف اللي انت ما تنجمش تقدم لها اكثر من العيشه هذيك. ما على الاقل قالت كلمه تحفونه البنيه. قالت تحاور معايا، اسمع مني. اسمع مني. يا مرو. نعم. السمعان بركه يحل لك مشكلتك يا اخي. مهما يكون معناها كوميم كي نلقى حد يسمعني على الاقل واحد يرتاح، معناها منا مش طالبه شيء انا باش تسمعني. هذا علاش جات البرنامج عندي ما نقول لك، مش ندافع عليها راه. هي جات البرنامج عندي ما نقول لك الليله لانه سمعناها احنا في عمليه الكاستين، سمعناها وجابتك لهنا باش تقول لك اسمعني. هذا هو لب الموضوع. ما عادش عندك مشكله وين تسكن والشعبه ودرشو ودرشو. ما عادش عندك. بس علي انا نسمعك. لو كان انت يجيوني مثلا غد ويخرجوني انا ولادي يحطوني في الشارع. طلقه توانسه ما يخليوكش. ايش نقول؟ ما يخليوكش. شنو تتصور منها باش يصير فينا؟ لا بروف اللي ما خلاوكش. لا بروف اللي توا ما خلاوكش. الحمد لله. ما خلاك حتى واحد. الحمد لله. هاو التوانسه تبارك الله عليهم ويعطيهم الصحه، معناتها ما يطيشوش. لا الحمد لله. فوالا ومش عيب راه. راه كل واحد منا ينجم يمر بالظرف اللي انت مريت به. ينجم، مش عيب وماهوش تشهير، بالعكس يا خويا هذاك هو الواقع، هذاك هو الواقع. فهمت؟ ما نجمتش نعمل حتى عمليات. يقول انا كي باش نعمل عمليه ولا باش نرقد في السبيطار هذوك مشكون بيهم؟ احنا نبداو راقدين في الليل يجيو يحبوا يحلوا علينا الباب. تبارك الله مروه هيك في الليل. ما عادش مراهقه مروه. تبارك الله قالت لك علاش ما تخلينيش نخدم؟ خليني نخدم باش نعاون. ما عنديش ادريسه باش نعملها بطاقه تعريف. ما عنديش ادريس باش نعمل بطاقه تعريف لبنتي باش تخرج تخدم. بنا ادريس باش نعملها بطاقه تعريف سي علي. تي تلقى الحل هذايا مش مشكل. تخدم، هي طالبه انها تخدم. طفله خارجه من الرابعه ابتدائي. اي.
والخدمه تحب معناها نيفوات. اي صحيح. بالله يقول لي لا صنعه ولا صنيع. نحط بنتي انا معناها مش مخالطه. كيفي ما عمل في معمل كيما بنت المعمل الكل كيما يتعاونك على هم الزمان تعاونك على هم الزمان يا مدام. اسي على ال 150 الف اللي باش تجيبهم لي اللي باش تخليها تدخل فيهم تراج خايب ما حدش بها. لا مش كل طفله عمرها 19 سنه تخرج تخدم معناتها تخدم فيهم تراج خايب. ما خاطر ماهيش مخالطه ماهيش مخالطه بنتي عاقله برشا راي. سي علي شو يسال عليها والله عقله برشا ولا تقلبت عليه ما نبش عليه. خوفك عليها اكثر من حد. نخاف خاطر اللي صار عليه ما نبش نشوفه في ولادي. هاي هربت لك من الدار. مشيت عند اختي جليله جارتنا وانا خرجت من الدار ولا ما خرجت؟ خرجت. عاش عملنا؟ وعنفتني بصراحه. وجمليه. وجعتني. تخدم باذنك ولا تهرب لك من الدار؟ تتحاور معاها يا مدام وتعطيها مجال انها تحكي لك والا تعاملها على انها طفله صغيره طايشه ما تعرف حتى شيء من الدنيا. شفت المعادلات الصعيبه اللي حطيت فيهم روحك يا لبنى؟ ها؟ ايش عندك اخر ما تقول يا مروه لامك؟ نحب نقول لها سامحني وانت امي واختي وكل شيء، انا مانيش حسبتك معناها كأم بركة، انت كل شيء في دنيتي وبلا بيك انا نموت. معناها انت كل شيء في حياتي، معناها مشيت عليا انت ضعت انا. معناها انا طالبه كان رضاك، انا جيت لنا كان رضاك. علاه ما جيتنيش وطلبت مني سماح؟ لا انا خاف منك ما نجيش خاطرك انت ما تقبلش الحوار، وكان نجيك زد تشابك انا وياك، وانا ما نحبش نتشابك انا وياك. سي علي اربع مرات نجيبش نحرق روحي. لطف علي. والله يا سي علي اقسم بالله كرهت الحياه. لطف علي. ما نحبش نلقى ولادي في الشارع. أنا. عندك بنيه كيما هكا تبارك الله عليها تحرق روحك من اجل شنو؟ من اجل الحياه. نحبوا نعيشوا كالناس. نحبوا نعيشوا. باش تحرق روحك وباش تحرق الحياه. مادام ما لقيت حتى شيء. عندك بنيه كيما هكايا تبارك الله عليها صحيح خرجت من الدار ومشات بحذا دار قريبتكم ولا جارتكم، لكن جابتك للتلفزه لهنا البرنامج عندي ما نقول لك، قالت لك انت ما تؤمنش بالحوار. اما جبتك لهنا خاطر خاف منك كان في الدنيا نقابلك تعمل فيا شر العمايل، اما جبتك لهنا لاني مطمنه. بالعكس الطفله ما حبش تهمل في الشارع. جابتك ليله باش تروح معك للدار للشعبه اللي انت تسمي فيها اللي جيران جابوا لك لافابو وغاز وبنك وبنك وباش ترجع تعيش معاك في البلاصه هذيك اللي هي الحياه هذيك هي ما تحبهاش. قالت لك مش عاجبتني حياتي معاك. الله لا ما نجموش نطلبوا منك يا مدام اكثر من طاف. انت امراه شريفه وعفيفه كان حبيت تجيب الفلوس راك جبتها بطرق اخرى. اما انت تحب تربي اولادك. ربيهم على الخير. وربيهم على الحاجات الباهية خير من اللي واحد يربيهم على الحاجات الخايبة. والتوانسة انا يقول لك ما يخليوكش والدليل ما خليوكش. والله ما يطالبة شيء والله سي علي. والله يطالبة باش نعيش ولادي في بيئة نظيفة والله. والله يطالبة حتى بيت في الجبل اللي رسول الله خل ربي فيها ولادي. اقسم بالله العظيم والله نحب نربي ولادي والله نحب نوصلهم والله نحب نشوف ولدي طبيب نحب نشوف بنتي محامي نحب نعيش نظاف. علاش لا؟ ما لقيتش الفرصة كيفاش نعيش نظاف كيما تو يجي. اصبر مع وليداتك تو يجي. تو يقفوا معك. لبنى ايش يقف بعدين؟ تقف يا مرو. باش نختصر لك الحكايه في كلمتين. بنتك مروه قالت لك بعدك انت انا نموت. بعدك انت انا ما نجمش نعيش. جابتك الليله تحبك ترضى عليها وتطلب منك السماح. يفتح هذا الستار نعم ام لا؟ بنتك الليله تروح معك للدار بعد ما هربت لك من الدار. يفتح هذا الستار لبنى نعم ام لا؟ علاش ما تردد؟ خاطر خاف لا تزيد تولي عندي ضغوطات اخرين وتزيد تعاود تهرب لي وتزيد تعاود تقبح فيا معناها. خليوها هاربه؟ خليوها هامله في الشارع؟ لا ما خليهاش. ما حسيتها هي انا خسرت حياتي. حسيت انك خليت على بنتك. وجعتني سي علي راهي وجعتني. قالت لي طالبه منك انا حره وانا 18 سنين نحكم في روحي. طلبتك الليله طالبه منك السماح وتحب تروح معك للدار. يفتح هذا الستار مدام لبنى نعم ام لا؟ وعندك الحريه الكامله. يفتح الستار.
ستار. إجا واحد من الأولاد يسمع ستار عليك يا مدام. غطيها 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 ستار غطيها 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 غطيها. هاي